وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم مثلا يقول: ما حكم الصلاة جالسا في الطائرة حيث أنني على سفر؟ نقول أيها الفضلاء الكرام، الأصل في الصلاة الوقوف مع القدرة، لقول ربنا تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام مع القدرة من أركان الصلاة ومن الأشياء التي لا بد منها في الصلاة في الفريضة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي قائما. وبحمد الله عز وجل في الخطوط السعودية توجد مسافة ومساحة في الطائرة لأداء ذلك، فجزاهم الله خيرا، جزا الله ولاة الأمر خيرا على تيسير ذلك على المسافرين وإقامة هذه الشعيرة العظيمة. فإذا كان الأمر كذلك، يمكنك أنك ترجع إلى مؤخرة الطائرة في المكان المخصص وتتعرف على القبلة أيضا، لقول ربنا تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيث هذه تدل على العموم، أنك أيضا الاتجاه إلى القبلة هذا أيضا واستقبال القبلة هذا من شروط الصلاة، وأن يجتهد الإنسان في أداء ذلك وأن يسأل عنه حتى لا يكون مفرطا. إذا هذه ما بين شروط وبين أركان كاستقبال القبلة والقيام مع القدرة، وهذا يكون في طائرة أو في باخرة إلى غير ذلك. والحمد لله قلنا في السعودية هناك مساحة ميسرة في نهاية الطائرة لأجل ذلك، والملاحون يعينونك على معرفة اتجاه القبلة. إن كان الأمر كذلك فالأمر ميسر ولا حرج في أداء الصلاة، كل صلاة في وقتها، مع أنه يصح لك إذا كانت رحلة طويلة أن تجمع وتقصر، تجمع ظهرا مع عصر أو مغرب مع عشاء. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كنت في طائرة لا تتوفر فيها مساحة للقيام ولا للصلاة كما في بعض وفي غالب الخطوط الأخرى، ففي هذه الحالة قالوا: إذا كان تستطيع أن تجمع مع الوقت الآخر والطائرة تهبط بإذن الله عز وجل مع الوقت الثاني كظهر مع عصر أو مغرب مع عشاء، وتكون الرحلات قصيرة كالرحلات التي تكون من السودان مثلا إلى السعودية، من السعودية إلى مصر، الرحلات التي تكون عبارة عن ساعة ونصف عبارة عن ساعتين، فهنا أهل العلم يقولون لك: انتظر حتى تنزل على الأرض فتجمع الصلاتين معك في الوجهة الثانية وتؤدي ما فيها من الوضوء واستقبال القبلة والقيام. المسألة الثالثة، لو كانت رحلة طويلة كرحلة إلى ماليزيا مثلا أو إلى اليابان أو إلى الصين، بتكون الرحلة طويلة عبارة عن فرض وفرضان وثلاث وأربع يمر عليك وأنت في داخل الطائرة، ما هو الحل هنا؟ نعم، الحل هنا أنك أولا أن تتمكن من الوضوء وأن تتمكن من استقبال القبلة وأن تتمكن من القيام. طيب إن لم يتيسر لي الوضوء ولم يتيسر لي التيمم ولم يتيسر لي استقبال القبلة ولم يتيسر لي القيام، هنا تصلي على حالك، لقول ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني ما قدرت أنك أنت تتوضأ، ما قدرت أنك أنت تتيمم، ما قدرت أنك أنت تصلي واقفا، ما قدرت أنك أنت تستقبل القبلة أو ما أحد دلك أو أحد دلك عليها أو ما عرفتها، هنا تصلي على الكرسي، وخشيت أن الوقت يخرج فهنا تصلي على الكرسي الذي أنت فيه وتتقي الله ما استطعت إلى ذلك سبيله. وبذلك قال أهل العلم، وقال الشيخ بن باز، وقال الشيخ الفوزان، وقال الشيخ بن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أخيرا، إذا كانت المسألة الآن في صلاة الفجر، صلاة الفجر وقته ساعة ونصف، ففي هذه الحالة ولا يجمع معه صلاة أخرى، إذن وما وجدت مكان في الطائرة لكي أصلي فيه، و
ما تمكنت من القيام، لا لقيت مثلا عند الباب ولا لقيت مثلا في الممر لكي أقوم وأصلي، نقول هنا تصلي على الكرسي الذي أنت عليه وتجتهد فيه في استقبال القبلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وفي الوضوء فإن لم تجد فعفي التيمم، فإن لم تجد تصلي على حالك. هذا والله أعلى وأعلم، لكن لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.